22 نوفمبر 1961 يصادف ميلاد ريكاردو روجيرو دي بريتو الملقب بأليماو، وأليماو بالبرتغالية تعني الألماني نسبة إلى شكله ولون بشرته وشعره الأشقر. ولد أليماو في مدينة لفراس، تميز بقامة طويلة ولعب في المحور وكان مميز في الأدوار التكتيكية. وبسن 18 التحق بفريق المدينة فابريل في 1980 وقضى معاهم موسم وحيد قاده لتجربة أكبر. تجربة كانت انتقاله لبوتافوغو الشهير سنة 81 في مدينة ريو دي جانيرو، وقضى فيه 6 مواسم، لعب 62 مباراة سجل خلالها 7 أهداف. وفي سنة 87 انتقل للقارة العجوز من بوابة أتلتيكو مدريد ولعب معاهم موسم وحيد، حقق فيه المركز الرابع، وكان لاعب حركي وطابع تكتيكي، وهذه خصائص قادتها للكالتشيو من بوابة نابولي في البداية بسنة 88، ولعب مع دييغو 3 مواسم حقق فيها كأس الاتحاد الأوروبي، وبعدها حقق السكوديتو والسوبر الإيطالي سنة 90. انتقل بعدها إلى أتلانتا بيرغامو، لعب لهم موسمين وهبط الفريق للدرجة الثانية قبل مغادرته سنة 94. قرر بعدها العودة للبرازيل من بوابة ساو باولو، ولعب معاهم موسمين، فاز ببطولة ريكوبا سود أمريكانا، وكذلك فاز في كوبا كونين بول البطولة القارية في أمريكا الجنوبية. التحق مع فريق فولتا ريدوندا سنة 96، بعدها أعلن الاعتزال. لعب أليماو مع المنتخب البرازيلي من 83 إلى سنة 90 في 39 مناسبة، وسجل فيهم 6 أهداف. شارك في نهائيات كأس العالم سنة 86 وكأس العالم سنة 90 في إيطاليا، لكنه فاز بكوبا أمريكا سنة 89 مع السيليساو. ما كان له نصيب يفوز بكأس العالم، لكن فاز بكوبا أمريكا. أليماو لاعب تكتيكي نادر. اثنين وعشرين نوفمبر 1901 ميلاد لاعب الوسط والجناح الأوروغوياني خوسيه لياندرو أندرادي، كان يلقب بالجوهرة السوداء، كذلك لقب بالعجوبة السوداء، خذها الألقاب قبل لا يأخذهم بيليه. كان يعتبر أحد أفضل لاعبي جيله، ساهم في سيطرة منتخب أوروغواي دوليا خلال عشرينيات القرن الماضي. ولد في سالتو في الأوروغواي لأم أرجنتينية وأب أفريقي مجهول الهوية. في بداياته انتقل أندرادي إلى باليرمو باريو في مونتفيديو وعاش مع خالته. قبل أن يحترف الكرة كان يعمل كموسيقي كرنفال، يعزف على الطبول والكمان والدف قبل لا يبلغ عمر 19 سنة، كما عمل في تلميع الأحذية وموزعا للصحف. لما كان مراهق لعب أندرادي لمونتفيديو ميسيونز، ثم وقع مع بيلا فيستا ولعب 71 مباراة سجل فيهم 7 أهداف. انتقل بعدها إلى الناسيونال، فاز ببعض الألقاب المحلية. بنص الثلاثينات لعب لعدد من الفرق في الأرجنتين. دوليا فاز أندرادي في 34 مباراة مع الأوروغواي وسجل هدف وحيد. كانت هذه المسيرة الدولية بين عامي 23 و 1930، وكان مساهم في نجاحات المنتخب في حصوله على كوبا أمريكا 3 مرات، بعد حصوله على الذهبية الأولمبية الأولى سنة 24. تم الاعتراف به كأول دولي أسود يلعب كرة القدم الأولمبية. وفي عام 28 فاز بثاني ميدالية ذهبية أولمبية في أمستردام خلال مباراة نصف النهائي ضد إيطاليا. اصطدم بالقائم وأصيبت إحدى عينيه بجروح خطيرة لين فقد بصره بتلك العين. رغم هذا صنع هدفين نهائي ضد الأرجنتين، وبعد اللقاء رموه بالحجارة الجماهير اللي ظنهم أنه خائن لوطنه لأن أمه أرجنتينية. تمكن من أن يكون أحد أفضل لاعبي أوروغواي، بطل العالم 1930. وفي عام 1994 اختارته فرانس فوتبول كرقم 10 في تشكيلة تاريخية لبطولات كأس العالم لأفضل 100 لاعب.
22 نوفمبر 1971 يصادف قصة مباراة احتاجت إلى 11 ساعة من اللعب لتحديد الفائز وهي الأطول في تاريخ كرة القدم. تعود هذه المباراة لموسم 71-72 تحديداً في كأس إنجلترا أعرق البطولات الأف إيه كاب لما واجه فريق أوكسفورد سيتي نظيره نادي ألف تشيرش في الدوري التمهيدي الرابع. قوانين كرة القدم قبل سنة 91 كانت تنص على أن يجب على أي من الفريقين تحقيق الفوز في مباريات الكؤوس حتى يتأهل. في حال حسم التعادل المباراة تتم إعادتها إلى أن يفوز أحد الفريقين. واحتاجت هذه المواجهة إلى خوض 6 مباريات كاملة بينهم 4 مباريات بأشواط إضافية لتحديد الفائز من الفريقين في الدور التمهيدي الرابع والختامي من بطولة كأس إنجلترا في ذلك الوقت. تحولت إلى NBA كرة سلة يلعبون 7 مباريات من يفوز بأكثر. صارت كذي لأن صار فيها تعادلات وايد واستمرت المباراة ما يصل إلى 660 دقيقة من اللعب حتى نجح نادي ألف تشيرش في تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 588 من مجموع الدقائق اللي لعبت وينتصر أخيراً بهدف نظيف بعد سلسلة من التعادلات وتحديداً يوم 22 من شهر نوفمبر سنة 71. انتهت المباراة الأولى 2-2 والثانية انتهت 1-1. بعدين خاض الفريقان المباراة الثالثة انتهت بالنتيجة نفسها 1-1 قبل أن يحسم التعادل السلبي لعادتين الثانيين رغم الاحتكام إلى الأوقات الإضافية. وأخيراً بعد 17 يوم من خوض أول مباراة لهم ما بين الفريقين نجح ألف تشيرش في الفيلا بارك من تحقيق الانتصار اللي طال انتظاره بهدف نظيف سجله بوبي هوب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. ويبقى هذا الرقم خالد حتى اليوم كأطول مواجهة في تاريخ كرة القدم لتحديد الفائز. إذ تم تغيير نظام بالاحتكام إلى ركلات الترجيح بعد تلك المباراة بعشرين سنة. هذا يذكرني بأطول مباراة تنس في التاريخ يوم هزم جون إسنر خصمه نيكولاس ماهوت بعد أكثر من 11 ساعة من اللعب.